ينضم إلينا الآن محي الدين جبريل. إذن محي الدين، نشاهد في هذه الأثناء وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان. طيب، هل أطلعتنا على جدول أعمال هذه الزيارة والملفات التي ستناقش خلال هذه الزيارة؟ نعم زميلتي، من المنتظر أن يتم عند السابعة بتوقيت القاهرة جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، ثم تعقبها بعد ذلك اجتماعات للجان الفنية والمتخصصة بين البلدين لبحث الملفات المطروحة، وهي تنقسم إلى ملفات اقتصادية بين البلدين إضافة إلى ملفات أخرى، من بينها ملف سد النهضة والتطورات السياسية في القرن الأفريقي، إضافة للتطورات في علاقات الجارتين إثيوبيا وإريتريا وتأثيراتها على ملفات المنطقة خاصة سد النهضة. بعد ذلك في صبيحة يوم غد الجمعة ينتظر أن يلتقي الرئيس المصري في مقر إقامته رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ثم يعقد بعد ذلك في 11 صباحا بتوقيت القاهرة مؤتمرا صحفيا يجمعه إلى جانب نظيره السوداني. إذن خلال هذه الزيارة محي الدين، هناك أنباء على أنه سيكون هناك تطبيع لكل العلاقات بين البلدين، بين مصر والشقيقة السودان، وبالتالي سيتم الحديث عن ملفات عدة ولا سيما القضايا ربما التي فيها بعض النقاشات واختلافات في الآراء بين البلدين، أليس كذلك محي الدين؟ ربما بالطبع ستتم مناقشة هذه الملفات، ملفات المصرية، هنالك شواغل مصرية حول قرارات سودانية سابقة ربما أوقفت استيراد السودان لعدد من السلع، خاصة الفواكه التي تعتبر مصر المصدر الأول لها للسودان، إضافة إلى تشغيل المعابر الحدودية الثلاثة بطريقتها المثلى، إضافة إلى بعض القضايا العالقة في ملف الحريات الأربع بين السودان ومصر والذي شهد عمليات تجميل لبعض بنوده، خاصة فيما ما يتعلق في منح التأشيرات وما إلى ذلك. ولكن لا نتوقع أن يكون هنالك يعني حسم كل هذه الملفات في هذا الوقت بالتحديد، خاصة وأنه المراقبين يعتبرون هذه الزيارة خصصت تحديدا ملفات ربما لم تكن معلنه، ولكن هي تتعلق في مجملها بتطورات سد النهضه، تطورات في القرن الافريقي، تاثيرات ذلك على مواقف البلدين من ملف سد النهضه في الفتره الاخيره. هي زياره ملفات ربما ثقيله من الدرجه الاولى، اذا ما قلنا ان ملف سد النهضه هو الملف الاثقل في المنطقه، بعد ذلك ربما نسمع حديث عن الملفات الاقتصاديه بين البلدين. ولكن زميلتي، نحن لا نتوقع ان يكون هنالك قرارات من الخرطوم مثلا بالغاء القرارات السابقه التي اوقفت استيراد بعض السلع، هذا لا اقول استمرار لمواقف سياسيه سابقه، ولكن وضع الخرطوم الان الاقتصادي ربما لا يسمح لها بفتح استيراد عدد من السلع حتى لا تمثل ضغطا على النقد الاجنبي في البلاد الذي يشهد تراجع ربما هو الاكبر في تاريخ العمله السودانيه، اذ اقتربت اليوم من حاجز 48 جنيه مقابل الدولار الواحد، وهذا ربما هي انخفاض يعتبر الاكبر في تاريخ الاقتصاد السوداني، هذا ربما سيؤثر في الملفات الاقتصاديه بين البلدين. لا نتوقع ان يتم رفع الحظر عن دخول السلع المصريه في هذا الوقت بالتحديد، ليس لمواقف سياسيه ولكن كما اسلفت حتى لا يمثل ذلك ضغطا على ايرادات النقد الاجنبي الشحيحه في البلاد. طيب، كيف ينظر في الداخل السوداني الان الى هذه الزياره، زياره الرئيس المصري؟ ربما اعتقد انها الزياره السابعه منذ توليه يعني سده الرئاسه هنا في مصر، كيف ينظر يعني في الداخل السوداني الى هذه الزياره، ولا سيما تاتي من اجل تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي بين البلدين كما ذكرت؟ نعم، هذه الزياره ربما وجدت ارتياح كبير جدا في اوساط النخب واوساط الشارع السوداني، اذا ما نظرنا الى انها لن تكون من الزيارات المجدوله في الفتره السابقه، ولكن تم الاعلان عنها قبل 3 أيام تقريبا. طبيعه هذه الزياره انها الاولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد اعاده انتخابه ان يزور السودان، هذا بحد ذاته يعني الكثير للمراقبين، اذا ما نظرنا المطبات التي مرت بها علاقات الخرطوم والقاهره
خلال صحيح. العام الماضي، ولكن هذه الزيارة تعني أن البلدين قد وضعا الآن العربة في الاتجاه الصحيح لهذه الزيارة. نتمنى أن يعني تساهم الظروف الاقتصادية في السودان على الأقل لدفع الملفات الاقتصادية إلى الأمام، وأن يتم يعني كثير من المراقبين تحدثوا أن هذه الزيارة ربما تكون فاتحة لمراجعة عدد من الملفات تعثرت في الفترة الماضية، خاصة فيما يلي بعض البنود لاتفاق الحريات الأربع.